الجمعة 5 نوفمبر، أهلا وسهلا بكم متابعين على قناة 9، مرحبا بكم في موعد جديد من رونديفو نوف، ويرافقوني الليلة كالعادة في التحليل ونقاشكم من برهان مسيس. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. مساء النور، بارك الله فيك. من بكري استنى فيكم، الحمد لله كي التحقوا خليفة ونجي. الحمد لله، الحمد لله، ما تخافش، ما نخيبوكش، ما نخيبوكش. مرحبا بك سي برهان. نجي الزعيري، زعما مش العكس اللي يحكي فيها؟ هو طبعا العكس تماما، الواحد يجي بكري وهو يجي في دقيقة 90. كاولي ستار كلها كيكة. أيوه. سي خليفة بن سالم، مساء النور. بارك الله. مرحبا بكم جميعا. ساعتنا الأولى أكيد باش نخصوها لتحليل وقراءة في الأخبار الوطنية والدولية، لكن لو غران ديبا نتاعنا كل نهار جمعة اليوم نحكيه على واقع المنظومة التربوية في بلادنا، إصلاحها، وهالإصلاح اللي نحكيه عليه طيلة 10 سنوات لكن ما شفنا منه حد شيء على أرض الواقع. علاش تعطل هالإصلاح هذايا؟ علاش هالفشل نوعا ما على هذا المستوى؟ وكيفاش خاصة يمكن إصلاح المنظومة التربوية اليوم في بلادنا؟ موضوع للنقاش مع ثلة من الضيوف، كل من سالم لبيض وزير التربية السابق، عبد اللطيف عبيد أيضا وزير تربية سابق، حمادي بن جبلة أستاذ الفلسفة المعاصرة، رياض بن بوبكر مدير البرامج بوزارة التربية، رضا الزغمي متفقد عام للتربية وقيادي سابق في التيار الديمقراطي، رضا زهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلامذة، وأيضا عبر الهاتف الصوت الشبابي باش يكون حاضر بيرم بن كيلاني المختص في الثقافة الرقمية. هذوما باش يكونوا ضيوفنا في لو غران ديبا. نبداو بالفلاش نيوز. بتدوينة أو تويتر لتويت للسفير الأمريكي الأسبق بتونس جوردون غراي في تغريدة لها على حسابه بموقع تويتر، يقول أنه تونس ما هيش باش تكون مدعوة لقمة الديمقراطية اللي باش تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الجاي، ومن المنتظر أنه تنطلق القمة اللي دعالها الرئيس الأمريكي جو بايدن يومي 9 و10 ديسمبر القادم بواشنطن، وباش تتركز على 3 محاور رئيسية هي مناهضة استبداد، مكافحة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان. تويت مثير للجدل ناجية، بما أنه يخص بلادنا، شنو نفهموه إذا كان فريمون رسميا الدعوة هذه ما تتوجهش لتونس، وتونس ما تكونش في قائمة الدول المدعوة لهذه القمة الديمقراطية؟ شنو نستخلصه؟ هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تعتبر تونس دولة ديمقراطية، وهي رسالة واضحة، رسالة إلى رئيس الجمهورية بالأساس، إلى السلطة القائمة في تونس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أن تونس لم تعد معنية بالقمة هذه اللي يحضرها طبعا الدول المعتبرة أمريكيين دول ديمقراطية أو دول تحترم قيم الديمقراطية. لكن أنا نذكر لي في التويت نتاع زيدا جوردون غراي، ثم جزء آخر في التويت نتاعو في التغريدة يتسائل على المجتمع المدني، يقول هل سيكون المجتمع المدني حاضرا أم لا في القمة هذه؟ يعني يبدو أنها رسالة مفادها أن المجتمع المدني، ويتسائل المجتمع المدني معني بالمقاطعة هذه، معني كما السلطة أيضا السياسية في تونس معنية بعدم الحضور. هذه رسالة أنا يعني، ولكن نربطها الحقيقة بالكلام اللي يتقال مؤخرا من اللي جاء في تصريحات بعض المسؤولين الأمريكان وأعضاء الكونغرس. دونك ما شكلتش التغريدة هذه حاجة جديدة أو مفاجأة، بالعكس هذا يتناغم ويتماهى مع اللي قالوه بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي وما قالوه المسؤولين عن الخارجية الأمريكية. برهان، هل نجح الكونغرس الأمريكي في إحداث الضغط هذية والتأثير على مثلا القمة هذية وعدم دعوة تونس بعد المداخلات اللي سمعناها، وبعد حتى البيان اللي خرج على إثر اللجنة التي خصصت للتداول في الشأن التونسي؟ شوف، علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة متوترة، واضح هناك اختلاف كبير في وجهات النظر بين تونس ونظامها الرسمي اللي يقوده الرئيس قيس سعيد، وبين واشنطن ومختلف هيكل مؤسسات الدولة في الولايات المتحدة، سواء الكونغرس الأمريكي اللي هو المجلس النيابي أو حتى البيت الأبيض أو الخارجية الأمريكية في علاقة باستئناف المسار الديمقراطي والعودة للنظام الدستوري. كل ما فما بلاغ تقريبا من 25 جويلية إلى الآن،
كله يسطر تحت هالكلمتين هذوما استئناف نظام ديمقراطي والعمل تحت مظلة النظام الدستوري التونسي. الرئيس تقريبا واعي بالضغوطات هذه. البارح تحدث انه سيضع سقف للاجراءات الاستثنائيه في القريب العاجل وقتها القريب العاجل الله اعلم. مره اخرى الدبلوماسيه التونسيه تقريبا تتلقى وبشكل سلبي ضربه اخرى. تاجيل قمه الفرنكوفونيه نعرفوه اللي هو كيف جاء نتيجه الظروف السياسيه اللي تعيشها تونس. اليوم قصه مؤتمر ديمقراطي. وعلى فكره المؤتمر هذا مش فقط اليوم انه تونس تحرم من الحضور فيه، يعني تونس كانت باش تكون في وقت من الاوقات في محادثات نذكروها بين الرئيس بايدن قبل ما يكون رئيس كان نائب رئيس، وفي زياره الباجي قائد السبسي المرحوم باجي قائد السبسي لتونس لواشنطن كان التقى السيد بايدن وكانوا معه حتى بعض المسؤولين يعني من هنا من تونس، وبايدن طرح امكانيه انه حتى مؤتمر ديمقراطيه هذايا ينعقد في تونس عاصمه ما بين قوسين الربيع العربي وعاصمه الديمقراطيه في العالم العربي. اليوم ما زال عندنا فرصه للتدارك بما اننا نحكي على الدبلوماسيه التونسيه، تنجم تتدخل توا فرصه مسائل. خليني انا اعطيتك وصف الواحد هو خلينا نكون واضحين. التويت بتاع جوردون غرير السفير الامريكي السابق بناء على مسوده اولى سربت من اللجنه التحضيريه للمؤتمر لم يجد فيها جوردون غري اسم تونس. ديجا باش نكونوا واضحين زاده ما فما حتى اسم تاع اي بلد عربي ما عدا العراق. العراق الوحيد اللي هو مستدعى وفق المسوده هذه التي لم تتاكد بعد هي التسريبات. خلي يكونوا واضحين ما فما حتى شيء رسمي، هي التسريبات. البلد الوحيد في التسريبات هذه اللي موجود هو العراق. في كل الحالات علينا ان نتساءل ماذا سنخسر ماذا سنربح. الاكيد بالنسبه لنا اللي عنده تصوره لموقع تونس ضمن السياسه الدوليه كحليف لما يسمى الاطلسي اللي تقود الولايات المتحده الامريكيه اكيد سنخسر، لان هذا الحلف التقليدي يهتز شيئا فشيئا كلما تقدمنا في المسارات التي اختارها رئيس الجمهوريه. تبقى لن يكون الامر نهايه العالم في نهايه الامر. اذا ما على شرط ما اليوم رئيس الدوله عنده رؤيه اليوم جديده لموقع تونس العلاقات الدوليه وماذا بينا كان هذه الرؤيه تتقدم. يقول لنا اليوم انساوا علاقاتكم التقليديه بتاع 60 سنه مع الولايات المتحده وتوابعها، اليوم سنتجه نحو الصين، نحو روسيا، سنتجه نحو حركات التحرر ما نعرفش وين موجوده الى الان في العالم، ما نعرفش. المهم يعطينا رؤيه اين سنذهب. هل يدخل هذا في باب يعتبر من باب الضغط ربما الخارجي المسلط على تونس؟ كيفاش باش تتعامل معها الدبلوماسيه التونسيه؟ مع العلم زيد ديما ناكدوا اللي هذايا خليفه ما هواش موقف رسمي. يعني قاعدين نتعاملوا نتعاطوا مع تويت لسفير سابق في تونس. حتى لو كان موقفا رسميا من المؤتمر ماهوش حدث مهم، اولا راهو يصبح من المؤسف انه نقيم سياساتنا ومستقبلنا بناء على تدوينات السفراء لكثره هذه الايام. خاطر كان نحكيو على مؤتمر دولي يرعى ثلاثه مسائل. شنو هما المسائل هذوما؟ قال احترام حقوق الانسان، مكافحة الفساد، مناهضة الاستبداد. الثلاثة مسائل هذوما ترعى فيهم أمريكا في العالم. تو تحضر فيه إسرائيل المحترمة حقوق الإنسان ومناهضة الاستبداد، تقريب أعظم حلفاء أمريكا في المنطقة لهنا هما أنظمة استبدادية. يعني هما هذوما هوني لحقتنا احنا بك الدول الاستبدادية. على كل حال ولينا كي قطر وكيما الإمارات والسعودية ومصر والأردن والمغرب، هذوما دول ديمقراطية. يعني هنا ولينا كيفهم هما في مستوى الاستبداد وتعزيز قال مكافحه الفساد. ما اعتقد زاد امريكا راعيه لمكافحه الفساد لان هي ترعى مصالح الدول اللي هي اكثر فسادا في علاقه بثروات شعوبها. انا نتصور قبيله الاستاذ برهان يحكي ربما توجه جديد للدبلوماسيه التونسيه في علاقه بحسب ما نتصور طبعا انا منشوف انه الدبلوماسيه او سياسه قيس سعيد الان لا تنتظر منهم هم ما يحددون، يعني ماشي في السياسه دي صحيحه غالطه بعد تشوفوا نتائجها واضحه ولكن مش مرتهنها لما يرغبون هما فيه. ما ثماش هوني ما تنجمش تكون فرضيه عزله ايضا خليفه، ما تنجمش تكون فرضيه عزله زاد على العالم الخارجي. علاش عزله؟ لانك ما حلفتش البديل كما يقول برهان، ثماشي تصور ثماشي رؤيه بديله للعلاقات التقليديه. مش محقق السياسات الاخرى في خارج العزله كي كانت عندنا علاقات نسبيا مع المرحوم بن علي ولا مع الزعيم بورقيبه،
شو أضافت نوعين؟ نهار اللي قرروا يتخلوا على بن علي تخلوا عليه، خي بلش بن علي وقت إقامة الثورة ما ساعدوش هما على التخلي عنه، ما مساعدوا على التخلي عنه، يعني ما ثماش حلف هذا استراتيجي تاريخي دائم للولايات المتحدة. ولو أنه اقتصاديا نجي عنده نظرة، نعرف اللي عنده نظرة مغايرة شدعية. الآن في الساحة حوار مع الشعب التونسي مباشرة في مستقبل الانتقال الديمقراطي، في مستقبل البلاد هذه، أما أنه حوار يأتي مستورد من الخارج جون بايدن ولا غيره ما عنده ما يضيف، يعني هذه كل مسائل تلعب بها امريكا يعني لتحسين وتجويد علاقاتها الدوليه. يلا مش خليكم تتفاعلوا مع بعض. جست في المعطى الاقتصادي، شوف تونس ما تنجمش تكون يعني بلد معزول عن العالم وعما يجري في العالم، وخلينا نكون واضحين وهذا معروف يعرفوه، يعني معنى كل سكان الكره الارضيه يعرفوا ان الولايات المتحده الامريكيه تسيطر وتمسك بزمام الامور في المناطق هذه، وخاصه في افريقيا، خلينا نحكيوا على او على شمال افريقيا. احنا دولة الغالب بحكم وضعها المالي المتردي، بحكم اقتصادها المتدهور، مرتبطين اساسا بكبار المانحين الدوليين. هنا نتحدث اساسا على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبما انه احنا نعرف والناس كل تعرف ان الولايات المتحدة الامريكية هي صاحبة اكبر المساهمات في صندوق النقد الدولي، تقريبا بنسبة تفوق 17%، والدولة الوحيدة اللي عندها حق الفيتو في مجلس إدارة صندوق النقد. طبعا إذا ترفع الولايات المتحدة الأمريكية فيتو على أي دولة ما عادش تراها حتى دولار، لا من صندوق النقد الدولي ولا من البنك الدولي. وتعرف أنت لبقية المانحين راهو ما يعطيوك مليم إلا ما يجي الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي. باش نبدأ واضحين. نحب نتفاعل مع خليفة. خليفة مهم، هو رأي موجود راهو في تونس اليوم في السياحة، لكن علينا على الأقل باش نسبوا الأشياء. أش عطات الولايات المتحدة الأمريكية ومنظومتها الأطلسية معها أوروبا، خاطر بنتها أوروبا كي دي الولايات المتحدة، عندك الاتحاد الأوروبي، النظام بورقيبة والنظام بن علي، مش قصة علاقة بين أنظمة في الأخر تمشي معاك وبعد تبدلت، لكن أش عطات في نهاية الأمر الاقتصاد البلاد، اقتصاد تونس تبنى، وأنت على إدراك وأنا متأكد أنك مدرك خليفة على العلاقة بهال المرجعية هذه. تونس في نهاية الأمر بنيت روحها بتعاون مع صندوق النقد والبنك العالمي اللي هي جهات مانحة أمريكية منذ الستينات. مش نقول لك، مش نقعد نعدد المؤسسات حتى اللي تبنات، كلية حقوق والعباد اللي قرأت فيها تخرجت فيها، ذاك المركب الجامعي بنيته الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل الذكر للحصر. مانيش ممن بالحكاية، تمنيت لو كان من عام 56 خذينا خط الاستقلالية الاقتصادية، لكن باش نكونوا موضوعيين نجموا نعملوا خطبة، لكن احنا خليفة وانت تدرك ذلك ماناش في معرض تعليق بتاع واحد مسكين في الفيسبوك كيما نتفرج فيهم، اي تطز في امريكا ويتعدى، هو مبلك يركرك في التاي غاديك يلعب في الخربقة وتطز في امريكا ويتعدى، هو لا هو يخدم لا هو ينتج لا هو يعمل في حد شيء، لا ينتج في ثروة لا يقدم في شيء للروح ولا بلاد ولا الإنسانية، يخسر عليك تطز في امريكا. للأسف الواقع غير ما نريده يا خليفة، الواقع أن اقتصادنا تبنيه من الوقت بورقيبة للمرحوم بن علي للعشر سنوات بتاع ما يسمى الربيع العربي والثورة، كله تبنيه على الارتباط الهيكلي بهذه القوى. أنت مربوط بالاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي، وبالولايات المتحدة شريكك الأمني والعسكري الأول. للأسف كي يقول أنا تمنيت راهي الطائرات المسيرة فوق الشعام اللي تحمي فينا من الإرهابيين تكون طائرات تونسية لحما ودما، لكنها تسير وموجودة عن طريق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه للأسف يا خليفة أمامنا خيارين، هل نريد أن نقطع هذا التحالف؟ أوكي ممكن، راهو أنا مانيش تحدثتك على واحد التحالف. هاو ممكن نقطعوا؟ لا ما نمشوش في الراديكالية في الموقع الموقف. ممكن ممكن ما نعاود أقول لك، لكن على شرط أعطيني البدائل. عبد الناصر كي يطلب من عند الإنجليز وطلب من عند الأمريكان تمويل السد العالي هربوا به مشي روسيا. نقول واضحين أخويا، إذا كان نملك هذه الشجاعة وهذا الوضوح في تغيير الموقع الدولي بتاع بلادنا فازي، وليتحمل كل واحد مسؤوليته في ذلك. لكن اليوم نبقى في عزلة، لنا هكا لنا هكا، إلى أين ماشيين ولا أحد يعلم. هذا غير طبيعي أنه نصور الوضع كأن احنا توا في حالة من الإنعاش، انتهى الأمر توا نسلمه. إذا كان نحن في هذه الوضعية من الدين هي نعرف نسب التضخم فيما بعد للأرقام جديدة لإعادة التفكير
في السيادة الوطنية، هي مناسبة جديدة. إذا كان نستسلم كان واحد معناها انتهى دخل المرحلة نتاع الإنعاش اللي ما عادش عنده إمكانية باش ينقذ نفسه. لا، أرى العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها تطرح على الطاولة في منطق شمعنا ندي احنا لا ماناش في مجابة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية والغير، ولكن لدينا فرصة تدريجية إلى إخراج وضعنا سواء كان على مستوى السيادة السياسية أو على مستوى السيادة الاقتصادية التحرر التدريجي. رأوا الاتحاد الأوروبي صحيح عندنا معها شراكة متقدمة ولكنها شراكة لصالح الاتحاد الأوروبي نفسه واقعين، ننزل قضايانا معهم على الطاولة مش بالإملاءات، مش يلزم أنت تنحي هذا وتعمل هذا وتبدل هذا وتركب هذا وتعين فلان رئيس حكومة وتجيب هذا وتعمل لهذا القاعدة يتم وعبر أطراف يعبروا عنهم هما لهنا ولا يحكموا فينا. 10 سنوات السفراء يرتعوا في البلاد ويتصرفوا ويغيروا داخل الأحزاب ويرشحوا فلان ويطلعوا فلان. دستور جاء وانت تعرف استاذ برهان في الهيئه العليا تحقيق اهداف الثوره الخبراء الدوليين اللي جاوا باش عملوا الدستور للبلاد هذه الى متى يعني يلزم نسلموا بالامر، نطلبوا السفير الامريكي، نطلبوا لفامي، نمشوا للبنك العالمي تفضلوا عملوا لنا حكومه، عملوا لنا خيارات في التعليم او جينا ملف التعليم مع الملف البديل هو حوار وطني مفتوح مع شعبنا للنظر في مساله السياده من جديد. اما اذا عملوه انه صار الامر غير قابل للنقاش مستقبلا ويبدا بيدينا حتى علاقتك بالصناديق المانحه. سيدي نعاود نرجع للمرحوم بن علي نفسه اللي قامت عليه الثوره قطعها في فتره معينه وشاف شركاء اخرين في مستوى الدين. اي ما قلنا لاباس عليه بن علي غير ما تحت 98 وبعد ما عادش على خاطر لاباس عليه خاطر يعني في نسب تنميه بتاع 6% و7%. علاش احنا ما نعملوش النسب التنميه المستقبليه؟ على فكره هزونا ناس على فكره راهو صندوق مش مشينا لهم صندوق الشعب التونسي الولايات المتحده ما جاتش بالصيف قالت يلزمكم تتعاونوا معايا والا باش نعمل لكم. احنا اللي مشينا يا خليفه مشينا هذه راهي فيها احنا اللي نطلبوا يا خليفه المساله مش بالعكس المساله معكوسه. تفضل ما مشات حكومات الدوله التونسيه مش الدوله مش مع بعضنا مشات حكومات مش مع بعضنا الدوله التونسيه مش حكومات متمثل الدوله التونسيه لا مشات عام 2012 خيارات مشات حمد الجبالي مش الشعب التونسي هم منتخبه يا خليفه مش عارف صار انتخابات ليس تفويضا مطلقا يا خليفه بورقيبه مشى بن علي مشى جماعه بعد 2011 الحد الادنى من السياده مع بورقيبه بن علي كان هناك الحد الادنى من السياده راهي مشات حكومات مدروس هذا المشي اللي مشاوه هذه الحكومات على اغراق البلاد في حاله من الدين المدقع اللي ما عادش نخرجوا منه وضعونا تحت الامر الواقع اللي أي. هذا يزمو لكن انت ماكش في موقع قوه اليوم ماكش في موقع قوه على الاقل موقع قوه اقتصاديه لا ما قلناش نبيعوها انت اليوم ماكش في موقع قوه على الاقل على المستوى الاقتصادي اللي هو الاهم ما شنو اذا كان جرد مؤتمر نقولوا انا يا خليف يعني على نقاش مسائل مستقبل الديمقراطيه في العالم شنو ولات ازمه في سوريا يعني دخلنا انتهينا معنا خلينا نحكوا معك تفضل سيد السياده بدون اقتصاد قوي هذه ما تحدثش الى يوم الدين ما يحميها شيء لا سياده في الصين اقتصاد قوي اقتصادها قوي والشعب. وغير متماسك في نفس الوقت واليابان عندها تبعيه عسكريه للولايات المتحده الامريكيه وتم السياده سمحني يا خليفه بربي انت نعملوا الشيء هذايا ونصمد باش ما نعملوش انتخابات تشريعيه مبكره كيما هذه هي المطار نتاع العالم هذايا باش ما نعملوش انتخاب باش ما نعطيوش سقف للاجراءات الاستثنائيه باش نقعدوا نستناو في معونه من عند السعوديه ولا الامارات ولا اشقانا في مصر ولا اشقانا في الجزائر معناها هذا هو البديل نبدلوا معناها شومبارديو هالواحد هذايا باش نشوفوا البديل من نوع هذايا يا اخي ما تعرفش ليه هي حروب هي ونعملوا السفير يعين الحكومه حتى مطالب داخليه وينتخب اللي يحبه فما حتى جزء من التوانسه زاد يناديوا بنفس الاصلاحات اللي طالبين جزء من التوانسة يحبوا على استئناف المسار الديمقراطي جزء من التوانسة يحبوا على عودة المؤسسات جزء من التوانسة يقولوا عودة الدستور الشعب التونسي كله يحب الديمقراطية كالش قلنا حوار في داخل تونس مش عند بايدن الحوار ما يتمش عند بايدن اون بليس مش بالاستفتاء الالكتروني اعتقد زاد هي تعطينا حوار تجلس فيها التوانسة الكل زاد في علاقة بهالقضايا هذه نقاش شعبي مفتوح حوار في الجهات حوار القوى المجتمعية حوار منظمات الاجتماعية ولكن المهم أن يكون هناك حوار مع الشعب التونسي مش حوار مع بايدن
راهو مخطر ياسر هذا، اذا كان نولوا ننتظرهم هما باش يقعدوا باش يهزونا، نقدموا شويه خليفة. مؤتمر في فيينا ومؤتمر في جنيف ويجي نناقشوا مستقبل البلاد. نمشيوا لمساله اخرى، اليوم اجتماع ولقاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه، جمع رئيس منظمه الاعراف سمير مجول بامين عام المنظمه الشغيله نور الدين الطبوبي والزوز اطراف الدوله في عدد من الملفات اهمها المفاوضات الاجتماعية، تحسين مناخ الاستثمار الوطني والأجنبي، المحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل، وأيضا على القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص، كما أكد الطرفان عزمهم المساهمة في تجاوز الصعوبات اللي تمر بها تونس. اجتماع يأكد اللي قالوا البارح في غونديفوناف رئيس أو أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي، يقول ما ثماش اليوم أزمة ناجي بين منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل، وحتى اللي صار هذاك الكل عادي يدخل في سبل البحث على إمكانيات إيجاد أرضية ملائمة للطرفين وللناس الكل. شوف، زوز منظمات ما عندهمش حتى خيار إلا الحوار، إلا الجلوس إلى طاولة الحوار، وهذا صار يعني منذ عشرات السنين. زوز منظمات هذم اللي مثلوا تقريبا من أكبر ثقل اجتماعي، واحدة يعني معناها تحت خيمتها تلقى الشغالين، والأخرى الأعراف أصحاب المؤسسات الاقتصادية، يعني زوز شركاء في عملية الإنتاج. ما ثماش داعي لي، صحيح صارت بعض الملاسنات، تصريح نور الدين طبوبي من عام تحت شغل كان تقريبا فهمنا منه يعني شيء من التصعيد، وهذا جاء رد على بيان اصدر عن رئيس منظمة الأعراف نهار 27 أكتوبر، اعتبر فيه أن الإضراب ما جاش في وقت، الإضراب العام اللي صار في صفاقس معناها أضر بالمؤسسات الاقتصادية، وقال أنه الزيادة أي مطالبة للزيادة في الأجور ما هيش وقتها نظرا للأسباب اللي عددها هو، وأساسا أهمها الوضعية الاقتصادية الهشة جدا للكثير من المؤسسات الاقتصادية، اللي فيهم اللي سكروا وفيهم اللي في طور الغلق. البارح نور الدين طبوبي يتكلم عندك وقال أنه ما ثماش تقريبا خيار، قال ما فماش أزمة، فماش أزمة. واللقاء نتاع اليوم يأكد أنه معناها عودة زوز منظمات إلى المسار الطبيعي، هذا هو المسار الطبيعي، هو الحوار ومناقشة المطالب والمشاكل اللي تصير بين الخدامة والأعراف على طاولة الحوار. هذايا نغزروا له خبر في وسط مجموعه من الاخبار اللي سياقاتها مرتبطه تقريبا برهان، واحنا نحكيوا على هالنظره التشاركيه والحوار المشترك. مثلا رئيس رابطه حقوق الانسان يقول راهو الرباعي الراعي للحوار كان اجتمع مع بعضه وراهو باش يقدم بيانتو مبادره تشاركيه الى رئيس الدوله. جيد، والصوره هذه بتاع سي نور الدين طبوبي وسي سميه مجول اعتبرها نقطه ضوء في بحر بتاع كما قلت انت الغام مظلمة متاع إحباطات ومتاع بجد ولا بجد خارج المزايدات اللي نجموا نعملوها وما نعملوهاش، بلادنا في خطر في 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 مفترق خايب برشا بجد في الإحساس، إن شاء الله نكونوا غالطين. الحكاية هذه توري اللي التوانسة تصل إلى الحافة وترجع للعقل متاعها. شفنا تصعيد كبير كان الجمعة اللي فاتت، سي سمير كان لهنا ولن يمس اللي يمس شعر من النقابيين نعملوه له وندنيه له ونقصفوه ونعملوه تبادل قصفك البلاغات وما قصروش في بعضهم، كي بلاغ لوتيكا كي بلاغ الاتحاد، راه زوز سخسخوا بعضهم، الاخر يهدد فيهم قال لهم احمدوا ربي مش كاين ايش بيكم انتوما تعطلوا في العمل وتدخلوا للحبس، الاتحاد قال له دويه وكذا، طلعوا هبطوا لمحوا على بعضهم الكلام الواحد، قالوا سمير مجول ما عادش يحكم في منظمته، لوتيكا ردت عليهم قال لهم حد لا يتدخل في هياكلنا واحنا هياكل موحده. في الاخر في الاخر في الاخر هذه حلاوه الحاجه اللي لازم تونس تبقى محافظه عليها. الطبوبي ومجول وزوز وفود يشربوا في قهوه شيء يعمل في كيف هذيك، شفتوا راهو الحل سهل برشا، راهو لا فيه العركه، لا عندنا بترول لا عندنا غاز، لا عندنا عركه على الثروات، لا عندنا زاد اختلاف كبير في وجهه النظر تاع عبدي يحب يهز تونس للفاشيه ما نعرفش المسكره بتاع الواحد، وحاول حد يحب يهزها للاقصى اليمين المتطرف، ما عندناش التوانسه عموما الوسط يهز الكل، الوسط معبي بالتوانسه اللي تعرف بعضها واللي تنجم تحكي
فقط بحوار. هذاك عليه تو انا ماذا بيا كما قال خليفه بايدن ما عنده ما دخلوا فينا، الاتحاد الاوروبي ما عنده مدخل. اما ليه احنا سلمنا لهم المفتاح عايش خويا، احنا كنا قاعدين يقول لهم تفضل احنا عجزنا، قالوا الحلوا مشاكلنا ببعضنا. هاو جاي سي طابوبي وسي مجهول، وان شاء الله تنجح مبادره الاربعه زاده هذوما اللي حاصلين على نوبل الرباعي. وخلي شنو هي المشكله؟ ثمن راهي طاوله، ثمن شنو طاوله وكراسي والعباد تقعد وتحل مشاكلها وهي تقدموا قدام، وعلى شرط انه لا احد يتقدم انه مالك الحقيقه. انتهى عصر النبوه والانبياء، ما عادش فما انبياء، فما الناس الكل موجوده وتحكي والناس الكل توانسه، ولا احد يزايد على المواطنه على غيره متوانسه. التصويره هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها واللقاء هذا شنو نجموا نبنيوا عليه اليوم؟ انا اعتبرها صوره عاديه كلاسيكيه دوم بين المنظمتين، عاديه بعد التصعيد اللي شهدناه وتابعناه السنه الماضيه، تلقى هذا التصعيد والسنه اللي بعدها وغيرها، هذا تكنيك وتكتيك دوما عند المنظمات الاجتماعيه في الدفاع على منظوريها. طبعا منظمه الاعراف يعني واصحاب المؤسسات والشركات الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه عنده صعوبات يعني منها يعني منظوري، هذا بما لا شك فيه. الاتحاد العام تونس شغل منظوري يعني وفي صعوبات لا حدث ولا حرج، ما نجموش نوصفوها، بتعرف وضعيه الخدامه ووضعيه الطبقه الوسطى اللي هي معظمها تنتمي للاتحاد العام تونس شغل. اليات المفاوضات تبدا دوما بالتصعيد على مستوى الخطابي وغيره، ثم يلقاو ارضيه مشتركه لعب فيها دورا اعتقد زاد اللقاء اللي تم بين السيد نور الدين طبوبي والسيد رئيس الحكومه، لانه في العاده المفاوضات بين المنظمتين تاخو حد أدنى من الرعاية من قبل الحكومة، هذا هو التقليد الموجود، أن الحكومة ترعى هذه المفاوضات، تقرب وجهات النظر، كي يحتد الأزمة فترة معينة تتدخل الحكومة لتعديل يعني المطالب من هذا الطرف أو ذاك. تقريبا ماشيين في السياق اللي هو طبيعي، ما ثمش خصومة، ويبقى هذا الحوار تونسي تونسي، ماهوش بي تصرف او بتدخل اجنبي. هو المعلومه زاد اللي عندنا في هذا الاطار انه اجتماع مرتقب الاثنين 15 نوفمبر باش يجمع وفد على المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بالحكومه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقدموا هذا المطلوب، هذا هو المطلوب، ونشوفوا تطورات. به ماذا حكينا على الوضع الاقتصادي منذ قليل، معدل التضخم وصل في شهر اكتوبر الى 6.3% بعد استقراره في حدود تقريبا 6.2% خلال سبتمبر واوت 2021. هذا هي ارقام المعهد الوطني للاحصاء اللي خرجهم في بيانه اليوم. المعهد ايضا يقول انه مؤشر اسعار الاستهلاك العام وصل 0.9% خلال أكتوبر، شيء اللي ربطه بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار الملابس والأحذية، أسعار المواد الغذائية، خدمات ومواد التعليم. في المقابل شهدت أسعار مواد التبغ تراجع مقارنة بسبتمبر 2021. في نفس الإحصائيات جاء أنه بعض المواد الاستهلاكية تشهد أيضا ارتفاع، كما أسعار الدواجن اللي تقريبا وصلت 7.8%، أسعار البيض 4.4%، الغلة الطازجة 4.3%، الزيت كيف كيف، زيت زيتون على وجه التحديد. يعني تقريبا هذه المواد الاستهلاكية الحياتية اليومية. نجي كيفاش نقراوها الأرقام هذه، التضخم ومؤشر أسعار الاستهلاك العالي؟ المخيف والمقلق في الأرقام هذه اللي كنت تحكي فيها هو ارتفاع نسبة التضخم تقريبا من 6.2 الى 6.3%، وتعرف انت تبعات وتداعيات اي ارتفاع حتى ولو بنصف نقطه في نسبه التضخم. طبعا هذا عنده تاثير كبير، تاثير على الاستهلاك، تاثير على القدره الشرائيه، وايضا تاثير حتى على نسب الفائده، خاصه نسبه الفائده المديريه. وصحيح ما زادتش نسبه الفائده المديريه، ما مشاش البنك المركزي في هذا، لكن يعني كي نشوف بعض النسب الارتفاع في اسعار المواد الغذائيه خاصه والملابس والاحذيه اللي تقريبا في حدود 8.6% مقارنه بنفس الفتره في السنه الماضيه، نقول انا مؤشر الاسعار يعني يبدو مقلق. والكلام والاجراءات اللي حاولت تعملها وزاره التجاره، صحيح اجتهدت الوزارة في تحديد هامش ربح بعض المنتجين في بعض القطاعات، خاصة في الدواجن يعني اللحوم البيضاء،
في تسعير تحديد أسعار البطاطا وتفعيلك الفصل 4 من قانون المنافسة بتاع 2015 مع حملات المراقبة الاقتصادية المكثفة، هذا الكل يمكن أعطى تقريبا نتائج خلينا نقول محدودة ومتواضعة جدا على مستوى أسعار بعض المواد الاستهلاكية، لكن يقعد العمل مطلوب أكثر خاصة في بعض المنتوجات. احنا ما ننساوش، شوف انت نسب معناها خدمات التعليم او الفري يعني انفاق التوانسه على 1.7% زياده، وانفاق التوانسه خاصه على النقل وغيره، دونك فما الانفاق هذا الانفاق الاسري على الضروريات على ما هو يومي ماشي ويزيد، ما فماش تراجع. هذا المقلق، واليوم معناها يلزم خطه عمليه تنطلق فيها وزارة التجارة، لأن الكلام هذا قاله حتى رئيس الجمهورية في عدة مناسبات ويدعو إلى التخفيض في الأسعار. وقت تشوف أنت الأسعار معناها كيفاش ماشية وتسجل في ارتفاع متواصل. هذا أقره البارح في المجلس الوزاري رئيس الجمهورية، يقول لك اليوم ثم أزمة اقتصادية، وحتى دعا المواطنين التوانسة اللي في الداخل وفي الخارج إلى المساهمة. هو ما قالش شنو هو، لكن مخنا يمشي ديريكتومون للاكتتاب الوطني، المساهمة في إيجاد حل للأزمة هذه. هذيك حكاية أخرى، حتى كان حصلت مساهمة وحصلت تعبئة راهي ماهيش مربوطة زادة بالأسعار ولا تحكم في الأسعار. شكون واضحين المسألة هذه هي سلسلة من الصدف السيئة بالنسبة لبلادنا، هي على المستوى العالمي راهو عديد بلدان العالم. شوف فرنسا الفوق مشكلتهم توا لي ديباتي لي أكثريتها على هالأسعار اللي لهبت في فرنسا، سعر لي كاربوران غاديك تاع الواحد ولات مشاكل، قالك حتى يحبوا يزودوا العائلات المعوزة في فرنسا بالبنوات الخاصة تاع الاستهلاك ليسانس في شتاء قادم. شيك يبدو شيك كاربوران، اي شيك كاربوران، ولا باش معناها الناس اللي عندها تحت سميق، يعني أبار الاشتعال تاع الأسعار في عديد المواد الاستهلاكية الأخرى. تونس جاتنا والاقتصاد يعاني من أزمة هيكلية، مازال كي خارج من كورونا، وهو قبل الكورونا كان يكوع، وصاد في التو الأزمة الحقيقية في علاقة بالكاسة المالية العمومية الفارغة اللي كل عطات هالوضع هذا، وضع دولي سيء زاد ماهوش ماشي لفايدتنا. راك تشوف سعر حتى النقل البضائع دوليا وعالميا تضاعف، هذا باش ينعكس عليك في قصة المواد الأولية اللي تورد فيها. هي شنية كيما اللي فيه متاع بولدوناج تهبط من بلاصة لبلاصة، مشكلة بتاع نقل مواد أولية، تسعيرتهم في السوق العالمية، تسعيرة نقله تنعكس عليك، تولي تاخذ الشيء اللي كنت تاخذ فيه بسعر تاخذ بسعر أغلى. لكن المشكلة مثلا فما قطاعات نتاعنا نحن أخويا، نحن هذه هي اللي مرة أخرى تدخل قصة الاحتكار وقصة مسائل التوزيع اللي يبدو ما لقينا لهاش حتى حل. اليوم احنا مانيش البصل مانيش استوردوا بيه، أرضنا هذه عاد سامحني كان عاد نكملوا في البصل والبطاطا والفلفل والطماطم فعلى الدنيا السلام، هذو ما نجمش نربطهم بالظرف العالمي، نربطهم بمشاكل داخلية. إلى الآن نقطة استفهام كبرى، علاش ما تمش التحكم في التسعيرة في هذه المواد اللي تجهد. أولا سؤال واحد آخر اللي هو سؤال يبدو كأنه سؤال فلسفي، نحشم مش نقوله نظهر شي جاهل، خطر أنا لا أدعي معرفة في القضايا هذه. الدواجن، نسأل الدجاج يقول لي علاش، يقول لي على العلفة، هكا ولا يا خليفة؟ علفة يا أخي، العلفة هذه مادة نووية يا اخي، ما ننجوهاش ارضنا تونس ما تنتجش علفه يا رسول الله، ما ننجوهاش، ما تنتجش علفه، ما ننجوهاش. شنو الحكايه؟ لا فلا لا فما شفت ان شاء الله الفلاح اللي يتفرجوا فينا ما يضحكوش علينا، اما يسمحوا لي بالسؤال هذا. ثم كميات من العلفه، علفه بون السوجه احنا نستوردوا فيها، ما ننجوهاش اي، لكن فما العلفه المستخرجه من الكلزا مثلا تنتج هنا، ولا هنا ننجوها قبل كنا نستوردوها 100%. علاش خليفه؟ شوف مشكله الدجاج، مشكله الدواجن راهي مرتبطة بأساسا بالمنتجين اللي هامش الربح نتاعهم في الحقيقة، وهذا معناها مطلوب من الدولة أن تراجع. هامش الربح نتاعهم أقل بكثير من هامش الربح نتاع تجار التفصيل. المنتجين عندهم مشاكل لا تعد ولا تحصى، منها كسر العلفه هذيا اي فوالا اونتر اوتر، المواد الاوليه تجي من برا وغاليه برشا مثلا من بين الاسباب. هي العلفه هذه شنو هي؟ مش ماده صناعيه، ماده في الارض ولا ايه؟ ما ماذا يا خليفة تقول هي راهو منظومة العلفة بعد في الواحد تحويلها تصبح ماذا صناعية، يقع تصنيحها من بعد تحويلها تصنيحها. يلا خليفة أنا حاب نقول ملاحظة في الجانب، تفضل تفضل باش نرجع لمنطقة الشعبوي. الشعبوي هي عندنا حل لك الشعبوية، تحب تواجه أمريكا ماكش تنتج في العلفة يا خليفة. يلا نجي نخدم معاك، تفضل نجي تفضل سامحني. أصوات الناس، أصوات التوانسة
خبراء، مهندسين، إعلاميين، مختصين، فلاحة بحث منذ عشرات السنين والناس تعيط وتنادي يعني باش تهتم الدولة بقطاع الفلاحة. راهو سيادة تونسية، سيادتنا الوطنية في تحقيق اكتفائنا الأمن الغذائي، وهذا موضوع للنقاش في لو غون ديبال يلزم نهار من نهارات نفتحوها جوستومون. يعني معناها راهو البوتنسيال موجود، البلاتفورم مهمة والله. كيما نجي ميساج خلي خليفة يزم يجاوب قدام خليفة ممثل فنزويلا في تونس يزم ينسق بجد قص العلفة. وقلت لي سيناء باهي الحبوب هاو تسمع الآن ديوان الحبوب ونستوردوا وبطوا واقفوا وتخلوا ما تخلش اللي يعطينا احنا قاعدين ناكل الحبوب نستوردوا فيهم. علاش يا خليفه؟ باهي هاو شو نفسر لك حاجه ننجو في 40% فقط بالاستهلاك. ارضنا هذه على 12 مليون تونسي، علاه ما نقدرش؟ تفضل خليفه. هاو علاش انا متمسك بمبدا السياده؟ 2011 كانت هناك منظومات بالحد الادنى، عندنا اكتفاء ذاتي ونصدروا ليبيا وكنا بلد يستقدم في ملايين السياح ونوفروا في المداجن ونوفروا في البيض ونوفروا في الخضروات. يعني شوف نسبة الاستهلاك اللي كانت. جاءت طريقة متاع حوكمة ممنهجة لتدمير منظومات الانتاج. ما هو رئيس قال نعمل معناه وديت على وين تصرفت فلوس، لا نقول نعمل وديت كيفاش دمرت منظومات الانتاج. ولينا على مستوى الأبقار تراجعنا، ولات اللحوم تستورد، على مستوى الدواجن تراجع الانتاج ويتراجع وقت اللي يحبوا هما. يعني كسرنا منظومات الانتاج اللي كانت موجوده في القطاعات هذه ولاو الناس يتصرفوا هما بكل حريه. دمرنا من منظومه الانتاج الفلاحي كما منظومه الانتاج الصناعي، بالتدريج دمرت هذه المنظومات. السيستم اللي كان موجود ولا نجيبوا في الحليب من اوكرانيا ولا من كرواتيا ولا يوغوسلافيا ولا غيرها، هل يعقل هذا؟ ولا نجيبوا في مواد مصنعه فلاحيه من دول، نلقاو البرغل لهنا ونلقاو القلوب ونلقاو الرومان، هذا كله مش ممنهج. تقول لي انت مش ممنهج، دمرت منظومات الانتاج. افلس الفلاح والمنتج في تونس تدريجيا ويبدا يدخل واحد اخر في بلاصته بشويه بشويه لن تنتهي تدريجيا قدرتك على الانتاج بكفايه. يعني احنا اليوم السوم علاش يتراجع؟ لانه الانتاج يتراجع. ثانيا مربوط زاد جزء منه بالعمليه السياسيه. نهار خمسه العرض زاد في تونس، العرض نقص في تونس، مش مانيش اقتصادي، نقص السوق الليبيه ونقص سوق السياحه. كي نقصت سوق السياحه تعيد السوق، نقص الانتاج يا ناجي، مش نقص زاد العرض، نقص الانتاج. لازم نختلف معاك يا حويجه، تفضل فيهم الكل. راو شوف تختلف في حاجه واحده، ثم جزء راو من اللي تحكي فيه راو يعني ثم معناها اصناف من الانتاج والقطاعات راهي مربوطه بالسوق العالميه. وقت اللي الدولار يطلع ذاك المواد الاوليه، نحكي المواد الاوليه. احنا بكري جبنا على العلفه، العلفه والحديد والسكر والقمح والروز والقهوه واللي تحب. راو كان نقعد نعدد لك فيها قائمه طويله وعريضه نستوردوا فيها من برا. هالقمح والقهوه والسكر راهي مواد تعرض في السوق العالمي، في بورصه السوق العالمي. وقت اللي يطلع سعرها لبرا راهو سعرها باش يطلع. نمشي بكم لاخر موضوع، اي زياده في الدولار، في الدولار سعرها يطلع. وفما مواد اوليه كي نستوردوها احنا باسعار مرتفعه راهو التكلفه نتاع الانتاج باش توصل لك، المنتوج يوصل لك غالي. يلا يعني توا لست حرا في كل ما تنتجه. كان تونس مش حرة في كل ما تنتجه، سوريا حرة واحنا مش حرار لهنا. نختم ب رد محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية السابق في رده على إصدار بطاقة جلب دولية ضده. نسمع شنو اللي صرح للجزيرة أمس. منذ الانقلاب وانا اطالب اولا بعزل هذا الرجل ثم بمحاكمته، لاني اعتبره منقلب على الدستور ولا اعتبره رئيسا شرعيا، وبالتالي كنت اتوقع شيء من هذا القبيل. لكن للاسف الشديد يعني كل هذا يدخل في اطار سلسله القرارات التي اخذها الاشتراع على السلطه التنفيذيه، وهذه رساله تهديد لكل التونسيين، وهي رساله تهديد خطيره، ثم رساله تهديد الى القضاه، لانه القاضي الذي اصدر هذا الامر يعني هو اول من يعلم انه مخالف للقانون، لان يعني محاميتي كلمتني وقالت لي رايي كل هذه الاجراءات مخالفه القانون التونسي. القانون التونسي يجب يعني شخص متهم بأي تهمة لو الاستدعاء الأول ثم الاستدعاء الثاني، وإذا لم يحضر في الاستدعاء الأول والثاني فآنذاك وجه نخبة بطاقة دولية.
في نفس الإطار، حراك تونس الإرادة يتقدم بشكاية باسم محمد المنصف المرزوقي ضد قاضي التحقيق وكل من سيكشف عنه البحث من أجل إصدار بطاقة الجلب هذية. يلا ناخذ تعليقك برهان. تعليقي باش نقول لك أنا، هذا القضاء عمل بطاقة الجلب وتم الإعلان عليها. سياسيا نشوفها خايبة برشا لصورة البلاد، أنك باش تجري شاكي برئيس سابق للانتربول وطالب من الانتربول أنه يكركر لك رئيس السابق مجدود هكا في واحد مجدود في بالمنوط باش تهبطوا أنت في 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 المطار تونس قرطاج، على شنو؟ متورط في مجازر كما كل عام بيونيشي؟ لا، متورط في قضايا فساد كبرى، هز كاسة وهرب كما مصطفى خزندار؟ لا، على خاطر عطى رأي، قال راهو يا دول العالم ما تحضروش في قمة المعلومات خاطر فما في تونس انقلاب ما تساندوهش. يقول أنا أفتخر لتأجيل قمة الفرنكفونية. يطلع ويهبط، نحن نختلف في هذا الرأي مع المنصف المرزوقي، ولكن يبقى رأي في نهاية الأمر. اليوم تونس شاكية برئيسها تعم فيه بطاقة السابق، قائد أعلى قوات مسلحة سابق، كان مسؤول يعين يعمل كذا لدى الانتربول باش تجلبه. واقعيا إجرائيا ممكنة؟ المشكلة أنها مش ممكنة، معناها نخسره كان في حكايات زايدة. توا أنت تخيل توا منصف مرزوقي باش يبدا هابط في مطار فرانكفورت، الألماني يشدوه يقولوا له تعال زفاين زفاين مرزوقي زفاين، توا باش نرسلوك إلى تونس في مونوت، وإحنا نبداو لهنا نهلوا بمقدم مرزوقي. ماهيش باش تحصل في حتى مطار. أنت حتى في علاقة ببطاقات الجلب الدولية فشلت، أنك تجيب بالأحسن طرابلسي، بالأحسن طرابلسي في قضايا فساد مالي ودرا شنو، يقدم في شوية كلمات على المحاكمات في تونس، يقولوا له لا تفضل اقعد ما نسلموكش. سليم الرياحي كل عام واش قلنا، واليونان وتعاون دولي مع اليونان، وين سليم الرياحي؟ هاكا عامل بلوزة بيضاء ومبنك في ميكانوس ولا في اليونان، وقال لهم بارك الله فيه القضاء اليوناني، قال ما سلمونيش. علينا نعملوا في عمايل في الاخر ترجع على صورتنا في نهايه الامر. حتى تكتيكيا في السياسه انت تحب تعمل خصومه مع منصف مرزوقي، لقد اعدته من رماد. منصف مرزوقي بالعمليه من نوع هذايا هو اللي ربح منها سياسيا، ولا هو زعيم الجبهه المعاديه القيس سعيد، ولا يمثل ثقل اليوم سياسيا احببتها مكرات؟ ناجي، أنا أدنت كل ما قاله منصف مرزوقي في حق تونس وفي حق حتى رمز الدولة التونسية رئيس الجمهورية. يمكن أنا من أكثر الناس اللي اختلفت معاه خلاف جوهري، لكن أن تصدر بطاقة جلب نحب ولا نكره كما قال برهان، يطلع يهبط هذاك رئيس جمهورية سابق محسوب علينا، تعدى في فترة ما يعني رئيس جمهورية سابق. إصدار بطاقة جلب لمجرد أنه عبر على رأيه، صحيح التعبير عن الرأي يختلف، اللي عبر عليه منصف مرزوقي أساء كثيرا لصورة تونس في الخارج نحكي، واللجوء إلى وسائل الإعلام وإلى مراكز النفوذ الدولي والدبلوماسي وغيرها والاستنجاد بها كعون على رئيس الجمهورية، هذا مرفوض وسلبي جدا ويسيء لتونس. اما اصدار بطاقه جلب رايي لا تهز لا تجيب، حسب رايي واضح زايده، كانت حركه زايده. نختم معك خليفه. هو تو استاذ ناجي يقول رئيس الدكتور السابق منصف المرزوقي رئيس سابق ومحسوب علينا، حتى بورقيبه محسوب علينا ولا بن علي مش محسوب علينا؟ ايش قال فيهم الدكتور مرزوق؟ ايش قال فيه؟ ايش قال فيه؟ وش قال اليوم في التدوين نتاعه على رئيس قيس سعيد؟ كان غلط. هو معقول واحد يقول على الرئيس يلقى به في مستشفى الامراض العصبيه؟ غلط. تي ما هذا هو تو ما شو اسمه؟ الفكره بالفكره والراي بالراي. هذاك شان القاضي. مش بالشان القاضي. اللي قالوا القاضي. هو اسمعكم خلينا نسمعوا هو شو يقول. عملها رئيس الدوله ولا عملها قاضي؟ هذا موضوع اخر. لهم القاضي يخدم سكرتير عند رئيس الجمهورية. هو اللي عمل بطاقة هو الجلب. اللي قال الدكتور مرزوقي توا جاب رئيس الدولة. احنا ما نحلوا في وضعية مش أنا ولا أنت، نحكي الدكتور مرزوقي قال هذا. أنا نحب نعرف الدكتور مرزوقي معارض؟ هي لماذا يعارض تاريخه كله خارج تونس؟ توا قبل الثورة كان مبرر، أنت هكا ولا؟ لماذا لا يتواجد في تونس؟ هو الوحيد يعارض قيس سعيد؟ لا، نجيب شابي موجود، نجيب شابي، جوهر مباركة، غيره من الأسماء، احنا مش نسميه حمل همامي، غير من الشخصيات السياسية والوطنية في البلاد تعارض في قيس سعيد وتعمل في المسيرات ويتكلموا وفي وسائل. هي علاش هو يختار هذه المنصة على الدواء؟ هل نعتبره بهذا الاختيار كان مش معترف بالشعب التونسي عنده إرادة؟ هذا اللي ناقشناه احنا من الأول. هل حلولنا في داخل بلادنا ولا حلولنا من الخارج؟ أنا ما نجمش نحسبه باحترامي على أنه معارض لخيار قيس سعيد ولا غير. هو عملية تمت في قبل الثورة
ولا بقى بها رئيس، اللي زاد هو رئيس راهو يناقش موضوع انه رئيس ومش رئيس، ولكن في النهايه رئيس يحترم. أنا واضح. ما عمري شكرا لك، شكرا لك خليفه، شكرا على بطاقه الجلسه، شان قضائي هذه موضوع. شكرا لك برهان، كهو كهو فينا وفينا. شكرا خليفه، شكرا نجي، يعطيكم الصحه. كهو كلي انت مش فرحان حتى تعرف. لا انا ماذا بيا نكملوا سي نجي قصائد يا سيدي. الجمعه الجايه ان شاء الله موعدنا الجمعة الجاية فوندغودي بروجان. بعد شوية بعد شوية لو غران ديبا، باش نفتحوا موضوع إصلاح المنظومة التربوية والإصلاح التربوي، لكن قبل ذلك نمشيو لغران ديبا القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. كالعادة احتفالات لانيفرسير نتاع كارفور ماركت متواصلة في كامل تورا بالجمهورية لغاية 21 نوفمبر، وألف قضية تشهر هدية بمناسبة العيد ميلاد هذايا. بطبيعة ثم ديزوفر اكسيبسيونيل كل يوم، وبالتعاون مع بولت كارفور يمكن الحريف اللي يدخل على الابليكاسيون بولت باش يريزيرفي تاكسي تهزه ولا تروح به من كارفور ماركت بتخفيض يوصل 40%، تخفيض ب 40%. والعرض هذا يصلح إلى غاية يوم الاثنين 8 نوفمبر، ويشمل مغازات كارفور ماركت تونس الكبرى وسوسة. نشوفوا مع بعضنا التفاصيل. كارفور ماركت وفي عيد ميلاده نهار الاثنين 8 نوفمبر يفرح بزواره اللي جايين، ويهدي لكم تخفيض 40% على سوم الكورسة كيف تاخذوا تاكسي بولت باش تمشيوا ولا تروحوا من مغازات كارفور ماركت في تونس الكبرى وسوسة. باش تتمتع بالتخفيض هذا ما عليك كان تحل ابليكاسيون بولت وتحط الديستيناسيون تاعك اللي هي كارفور ماركت، تختار السيرفيس وتكونفيرمي الكوموند باش التاكسي بولت يكون بحذاك في رمشة عين ويوصلك تقضي قضيات على كيف كيفك من مغازات كارفور ماركت. وفي المرواح ما عليك كان تعمل نفس العملية باش تتمتع زادة بتخفيض 40% على حق الكورسة. ما لفش تستنى، خذ بولت ويجي الكارفور ماركت وعيش معنا العيد ميلاد اللي يحفل البلاد. نذكركم اللي كل العروض هذه تلقاوها بتفاصيلها في الباج اوفيسيال كارفور تونيزي، والا ايضا على سيت ويب carrefourtunisie.com. هذا اللي عندنا نهار اليوم، موعدنا يجدد نهار الاثنين في رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. بقية الاخبار الوطنية والدولية مع واطف زروق، من ثم نتعداو لغرونديفا. سجلت تونس حالتي وفاة ناجمة عن فيروس كورونا بتاريخ أول أمس، و89 إصابة جديدة من مجموعة 23 تحليل مخبري، فيما بلغ عدد الحالات المقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 56 حالة و19 حالة تحت التنفس الاصطناعي. أعلنت وزارة الصحة أنه تم بتاريخ أمس تطعيم 36244 شخص ضد فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية 4,598,476 شخص. وقع صباح اليوم انفجار ناتج عن تسرب لغاز طبيعي في بناية متكونة من 3 طوابق بحي نزهة بأريانا، أسفر عن انهيار أجزاء من الطابق العلوي للبناية واندلاع حريق بالطابق الأرضي والأول قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل وحدات الحماية المدنية، ولم يقع تسجيل خسائر بشرية حسب تصريح الناطق الرسمي للحماية المدنية العميد معزة رعاة. قامت أمس الوحدات التابعة لإدارة الشرطة البلدية بمشاركة مختلف الوحدات الراجعة بالنظر لإقليم الأمن الوطني بتونس ووحدة الحرس الديواني بمداهمة عدد من المخازن المعدة لتخزين البضائع المهربة بنهج الملاحة بتونس العاصمة، وأسفرت هذه الحملة عن حجز كمية هامة من السجائر والمعسل والجراك وبضاعة مختلفة قدرت قيمتها المالية الجملية بحوالي 4 مليون دينار. هذا وقد تم إيداع البضاعة المحجوزة بالمستودع التابع للديوانة التونسية ببن عروس وفق بلاغ وزارة الداخلية. تمكنت مصالح الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب أثر عمل استعلامات استباقي ومتابعة فنية دقيقة من الكشف عن خلية تكفيرية تتكون من 3 عناصر أصيلي ولاية القصرين تنشط عبر الفضاء الافتراضي وتعمل على نشر الدعاية الإعلامية لفائدة التنظيم الإرهابي داعش. في أخبار العالم، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أنها ستعقد يوم الأحد القادم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبدء توزيع بطاقة الناخب في البلاد. أعربت أمس منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن وتيرة انتشار
انتشار جائحة كورونا في أوروبا، كما حذرت المنظمة من إمكانية ظهور بؤر جديدة بالقارة وتوقعت وفاة نصف مليون شخص بحلول شهر فبراير القادم. تشهد الصين إقبالا كبيرا على شراء المواد الغذائية في ظل مخاوف من فرض السلطات الصينية إجراءات حجر صحي صارمة تتزامن مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا. وتحدثت وسائل الإعلام عن قيام سكان المدن الصينية بإفراغ رفوف المتاجر بعد وصول الإصابات إلى مستوى قياسي. أهلا وسهلا بكم من جديد. لو غران ديبا، هذا الموعد الأسبوعي اليوم خصصناه وفق طلباتكم أيضا، طلبات الأولياء خاصة لمنظومة التعليم في تونس. هذا العنوان الكبير اللي تقريبا 10 سنوات بعد الثورة وعدة أسئلة تطرح حول الموضوع هذايا. اليوم هاجس مشترك بين كل التوانسة الأولياء، نتائج أبنائهم، شهائدهم، التحصيل العلمي متاعهم تقريبا هو مصدر فخر وعنوان الأمل زادة، بما أنه المصعد الاجتماعي ينطلق من هوني من التعليم، خاصة التعليم العمومي، لأنه بعد نمشيه لمنظومة التعليم بصفة عامة اللي فيها الخاص وفيها العمومي، نمشيوا لأكثر تفاصيل. أحد ثوابت المشروع التحديثي البرجيبي للمجتمع التونسي عشية الاستقلال، لكن اليوم الواقع للأسف يحاكي عكس ذلك. فشلنا برشا على المستوى المنظومة التعليمية. باش نحاولوا نعملوا تشخيص لهذا الواقع تقريبا في 10 سنوات الأخيرة، بما أنه طرح في أكثر من مرة إصلاح المنظومة التعليمية لكن ما مشيناش، ما تعدي للتنفيذ على أرض الواقع. علاش فشلنا؟ علاش وقفنا؟ علاش ما كانش هالمشروع هذايا وهاته الرؤية وهاته الاستراتيجية اللي نجموا ننفذوها باش نشوفوا تعليمنا في أحسن حال، باش نشوفوا وليداتنا في أحسن درجات الأمل والتحصيل العلمي. هذاك علاش اخترنا أنه نفتحوا النقاش الليلة في لو غران ديبا ضمن محورين أساسيين نحكيوا عليهم الليلة. نحكيوا على واقع المنظومة التربوية في بلادنا، ونحكيوا أيضا على كيفية إصلاح هذه المنظومة التعليمية. كيفاش نجم تقول بطبيعة باش تكون مع ثلة من الخبراء والمختصين. يحضر معايا الليلة دكتور سالم الأبيض وزير التربية السابق، أيضا عبد اللطيف عبيد وزير التربية السابق، وحمادي بن جبل أستاذ الفلسفة المعاصرة، لكن أيضا رياض بن بوبكر مدير البرامج بوزارة التربية، ورضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ، وأخيرا رضا زغمي متفقد عام للتربية، كما يكون معنا عبر الهاتف بيرم بن كيلاني المختص في الثقافة الرقمية. هذا الكل على طاولة النقاش بعد لحظات.